طلبة فارقة يقوموا ما بيناتنا في حاجة إلى مساعدة أكيد، رغم اللي هما عندهم منحة من قبل والآن كل شيء في اضطراب وعائلتهم تجب تصل بهم، واجبنا تجاههم. احنا فرد قارة، أولادنا سفراءنا العديد منهم تعرفوا ولاو قراوا في صفاقس ويتحملوا مسؤولية كبيرة، ما نجموا كان نكونوا إلى جانبهم. مشتاقة اليوم تجميع الإيانات في الجامعة، وعنا شبكة من المواصلات اللي توصلهم في الريباشو، مش توصلهم بهذا الكريدن، هذه الكارتون اللي فيها معناها مواد غذائية قابلة للاستعمال. العملية دي مش تم 4 مرات، كل أسبوع مرة للطلبة هذم اللي ينهز عددهم في الجامعة العمومية تقريبا 850، في جهة صفاقس تقريبا كلهم 1200. الدفعة اللي جات اليوم فيها 250 كردونة كارتون، الكارتون فيها مؤونة 4 طلبة، وإلا تكون الكاردونة قابلة باش تكون شهر كامل. سي لطفي عبد الناظر رجل أعمال اللي قام بالمبادرة متاع الألف عائلة، ومن بعد قال علاش لا نتوسعوا ونعملوا أوبجيكتيف أكبر 10,000 عائلة، وعلاش لا 30 وتولي حتى 100,000 عائلة. الحلم أنه نوصلوا ل 100,000 عائلة، على خاطر بالتنسيق مع الجهات السلطات الحكومية والجهات قينا اللي فما دوموند كبيرة ويلزمنا، هذية واجب راهو ماهوش مزية على حتى حد. العائلات محدودة الدخل والفئات اللي معناتها تقدمت لها يد المساعدة هذوما عندهم برشا عفة وبرشا قدر، وإحنا معناتها الناس هذوما نحطهم في عينينا على خاطر الدنيا تدور على الناس الكل، وكان ما نقفوش مع بعضنا في الظروف هذه وقتش باش نقفوا مع بعضنا. وكذلك علاش الجروب عبد الناظر عمل نداء لرجال الأعمال يعطيهم الصحة اللي لباه بكل رحابة صدر وبدون حتى حسابات. طلبة هذوما مادامهم موجودين على في الجمهورية التونسية وحتى اللي مش طلبة حتى اللي يخدموا معناتها، عنا اون ليست منظمة عن طريق الولاية المشكورين على تنسيقهم على تعبهم المعتمدين زادة، دونك ليست نتاع 1250 طالب. هذيك علاش اليوم جينا لجامعة صفاقس باش نجموا ان نبداو اول دفعة نتاع مساعدات لبناتنا كما قلت واولادنا. الهدف نتاعنا قاعدة تطور من 10,000 ولات 20,000، والبارح خذينا زاد مش ولي 30,000، واحنا مش كبروا اوني لا ويا لا دوموند. اليوم عنا بواجب وقدام هاللي سيب ساريان اللي موجودين عنا في صفاقس، يلزمنا كيما نفكروا نوكلوا التوانسة، يلزمنا نوكلوهم كيما نعيشوا التوانسة والصفاقسية. نجم رجال الأعمال تعرف اللي مشاركين فيها مش من صفاقس، من الجمهورية كاملة، عباد وطنيين، يقول لك تلهالي بالعباد الكل. سيب ساريان اليوم فما عنا واجب اليوم، نحب نطمنوا زاد السفراء نتاعهم اللي هما موجودين هنيا، وأن وراهم بين أيدي أمينة وراهم قاعدين يأكلوا قاعدين يسكنوا، وهذا واجبنا مش نعملوا فيه. وإذا كان لازم نعملوها 4 سمان نعملوها 4 سمان، لازم نعملوها 6 سمان نعملوها 6 سمان. مي أوفيسيالمون أون فا بروندر أون شارج لي 1200 يونيفرسيتير إي سيتويان سيبساريان لهنا في صفاقس. مش نقول لك 1200 ينجم يوليو 2400 اذا كان مش نعاود، ويوليو 3600 اذا كان مش نعاود. سي با سا لو بروبليم. اليوم الفلوس تتخلق باش نوكلوا وباش نبعثوا ان ميساج للسفراء نتاعنا وانو راهم بين ايادي امينه اليوم لهنا.